أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يسأل السائل ويقول: ما مكانة الوالدين في الإسلام؟ وما نصيحتكم للفتاة المسلمة؟ مكانة الوالدين، حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فذكر حقه أولا ثم ذكر حق الوالدين. ولقمان قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فحق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى لما قام به من التربية ومن التغذية للطفل ومن التوجيه ومن الحفظ له حتى بلغ وصار رجلا. الفتاة المسلمة عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمرأة مكلفة مثل الرجل، إلا أنها تختص ببعض الأحكام التي تليق بالمرأة. وأما في عموم يعني العقيدة والعمل، فالمرأة مثل الرجل، يجب عليها ما يجب على الرجل من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة في المال ومن الحج والعمرة، فهي مثل الرجل في هذا، إلا أنها تختلف في بعض أمور النساء الخاصة بهن.